وسهلا فيكم مشاهدينا، حلقة جديدة من طبق رمضان. طبق اليوم هو طبق دسم وطبق لذيذ كتير وطبق شهي، وكمان فيه له فيتامينات كتير، يعني هو مفيد وشهي. مرحبا شيف عماد. أهلا جولستان. طبعا طبقنا اليوم هو السمك. اليوم راح نسوي السمك المتواجد بالسوق، يعني سمك المجمد، راح نسويه بالشوي ورما نشوي، يعني يستوي على النص. راح نضيف عليه الخضروات الفلفل والطماطة والبصل ونرجع مرة ثانية يستوي، وراح نسوي شوربة مال دجاج، ونسوي إن شاء الله فت نوع لا سلطة إن شاء الله. يعني نحن شوي مركزين هالفترة على السمك. السمك كتير طيب، إضافة له فوائد كتير، هي أجود أنواع اللحوم يعني. صحيح. وله فوائد كتير، وفترة رمضان الناس يحاولوا قدر الإمكان يكتروا منه، واللي يحاول كمان يعني ياخذ شغلة تانية جنب السمك ما في مشكلة. صحيح. هو احنا هدا نسويها سبع اعتبار وجبة كاملة، هي السمك والشوربة والسلطة، وجبة كاملة صارت. احنا راح نخلي هسا اول شيء جولستان راح نخلي ملح تتبيلة، اول شيء ملح شيء قليل، حتى بعدين راح نضيف فيها الخضروات. هذا الملح، السمك يحب الملح، احنا هسا خلينا ملح، هي تبين هواية بس هي مو هواية. راح نخلي من هذا فلفل بي شوية حرارة، شوية احنا نخليه حتى السمك يطلع لونه، يعني يتحمص شوية يطلع لونه حلو يصير. طيب هو بس حاد يعني فيه حرارة؟ حار هو، اي قليل من الحدادة بي. تمام. يعني مثلا في حال حدا ما بحب الحاد يقدر يخلي كاتشب شوية معجون. كاتشب تمام. اي معجون عادي، احنا بس نريد يتحمص. ورا ما يتحمص راح نخلي هذا السمك راح تحطه بالفرن اليوم. ايه هذا ثومه قليل. تمام. هسه راح نخليه على النار. لهيك جاهز تقريبا، يعني نحطه بالفرن او بالنار؟ على النار يعني. اي على النار، فرن يعني. على الفرن فوق. طبعا الفرن لازم يكون حامي شوف عماد. اي احنا شغلناه قبل شوي يعني عادي مو فت مشكله. هذا يعني يبقى تقريبا هنا انه يكون في تكون حاره لما نحطها مو مشكله، يعني يقول استاذ السمك ماكو شيء عليه، يعني ماكو مشكله. حتى اذا ما يكون الفرن حار تخليه ورا ما تخليه تشغلي عادي، مو ما في مشكله يعني. لا ما في مشكله. تمام. هلا مع السمك ايش راح تعمل لنا؟ راح نسوي شوربه مال دجاج. اوكي شوربه نسوي دجاج. شوربه راح كثرنا اللحوم احنا شوي، سمك دجاج إيه. بس يعني كل واحده له يعني فائده لحاله. صحيح. راح نخلي هاي جدرية على النار. تمام. أول شيء راح نقطع قطعة نص 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 قطع بصلة بصل. إيه بصل نص قطعة. إيه راح نقطعه. تمام. هذا البصل صار جاهز. راح نتحمصه، خلي زيت طبعا هي حسب الرغبه، اكو ناس اذا يحبون ما يخلون زيت يخلون زبد، يعني هم ينطي طعم طيب ويا الشوربه. اها بتعطي نكهه يعني. ايه راح نقطع هسا الدجاج. طريقة تقطيع الدجاج كيف راح يكون؟ هو ناعم يعني حتى يستوي بسرعة. نستكفي بهذا القدر، يعني احنا عندنا طبق صغير. احنا ننتظر البصل يتحمص وبعدين راح نضيف عليه
طبعا كميه اللحم يعني يكون حسب الرغبه شيف عماد. اي حسب الرغبه. اي احنا انا ليش ما خليت كل القطعه؟ يعني هسه يقولون الناس مشاهدين كرام هسه يقولون هو دا يسوي مال نفرين دا يخلي كل هذا الدجاج، احنا نسوي مال طبق نفر واحد. هو بس المشاهدين يشوفوا طريقه التحضير يعني. ايه اهم شيء التحضير. هسه البصل تحمص وصار لونه ذهبي، ضفنا الفلفل. اقول الفلفل العفو الدجاج. الدجاج راح يتغير لونه يصير لون ذهبي، يعني يتحمص شويه. ورا ما يتحمص نقدر نضيف المي والطحين. راح نحضر المي والطحين. طبعا احنا عندنا هسه هاي كاسه. راح نضيف خاشوقه مال الطحين. هلا بس ما راح تضيف شيء ثاني من الخضروات على لا، هذا طريقه بوحدها. هاي لوحد تكفي. ايه. عندنا خاشوقه وحده طحين بالنسبه لهي الكميه تكفي. تخفقها مع المي. ايه راح نحركها بالمي. عشان ما انه ما تصير ايه الطحين ما يصير كتل. كتل ايه تمام. حتى يذوب الطحين مع المي. صحيح. بعدين بتقطع الشوربه. هاي احنا نسميها شوربه. نقدر نسوي سوب. شلون؟ ما نضيف هذا، نضيف بس مي فقط، هذا يصير سوب. تمام. هو هذا الفرق بين السوب والشوربه. والشوربه تمام. هاي ضفنا. صراحة نضيف مي بسرعة لأنه هذا راح يكون هسه ثخين، يصير ثخين بسرعة. فورا. هذا يكفي. يكفي تمام. هي هلا شوي شوي على النار راح تستوي وتتهدى معنا. نقدر نضيف شوية كمون، طبعا الكمون ويا دجاج يعني أرغب أخلي كمون يطلع طيب طعمه. يعني شيء بسيط جدا حتى ما يسوي لنا مشاكل. ما يتغير اللون من الكمون شيف عماد؟ يتغير لونه شويه بس شويه. ايه راح نخلي قطعه ماجي، ما راح نخلي ملح لانه كميه قليله، ملح ما يحتاج. طبعا احنا ضفنا ماجي الدجاج. هسه يقولون الناس احنا هو هي شوربه مال دجاج، يعني مال انتم خليتوا صدر دجاج، شلون تخلي ماجي؟ صدر دجاج ما ينطي طعم مثل الدجاج الكامل، ما بي دهن، ما بي صح. صدر يعني الدجاج ما بي شيء. هو ناقص دهن، هو منوع. ايه هو يكون يابس. احنا خلينا ما تجي هسه ينطي طعم. احنا راح نخلي هذا يستوي على راحته. وكمان السمك بده وقت كثير. راح نشوف السمك من السمك بده وقت شوي. ايه السمك بعد بده وقت. طبعا السمك بعد ما يتحمص لسه راح تضيف عليه الخضره. ايه هسه نقدر نضيف يعني نحضر الخضرة مع السمك. شو الخضرة اللي راح تستخدمها بالسمك شيف عماد؟ راح نستخدم فلفل أخضر وملح، فلفل أخضر وطماطة وبصل. طماطة تكفي؟ طماطة لا اثنين، طماطة اثنين، فلفل أخضر اثنين. تمام. ايه وبصل. هلا البصل حسب الكمية يعني قد ايه بصل بده؟ بصل هاي نص، نص اخر كفي، نص طمع. اخر ايه بس بلا زحمة اذا تنطينا حامض. تمام ايه. اوكي الحامض هيك صارت صارت جاهزة. هاي هدول ايه. الخضرة اللي نحن راح نضيفها على السمك. السمك هسه راح نقطع البصل اول شيء. يعني احنا اذا شفناه يكفي لو زياده احنا نرجع، بس هذا البصل يكفي راح نرجع النص الاخر. تمام. بدك طبق؟ بدك طبق؟ اي اذا تنطيني طبق حتى نصفط البصل. البصل من نصفطه بالسمك راح نصفطه ثاني شيء، اول شيء راح نخلي الفلفل ونخلي البصل وراه راح نخلي الطماطه. الطماطه يعني. ايه طماطه تصير يصير شكلها احلى. هلا
السمك راح يطلع شكله حلو جدا من اخر مرحله، يعني من كمل البصل والفلفل والشوي هذا راح يطلع شكله حلو. هو سمك بالخضروات بالفرن راح يطلع شكله حلو، بالاضافه انه راح يطلع شهي كمان. واحنا ضفنا خلينا شويه فلفل حار وخلينا ثوم وخلينا ملح، راح نضيف مره اخرى ملح هسه على الخضروات ونضيف الحامض، يطلع نكهه مالو طيب، يعني باعتبار انتم جاي تاكلون سمك فريش يطلع شكله طيب وشكله جميل وطعمه طيب. طبعا السمك هذا بده شويه وقت لحتى يستوي تماما، هو بعد يحتاج شويه وقت، احنا راح ننتظر شويه بين ما نخلي الخضروات، مو احنا هذا هسه على النار هو دا يستوي، السمك ما يحتاج لوقت هواية اول شيء، ثاني شيء احنا راح نخلي خضراتهم راح يبقى على النار، يعني راح يبقى بين 10 وال 15 دقيقة اقل شيء يعني، ودرجة الحرارة زينة هسه طبيعية. طيب هلا حاليا فينا اذا بدك فينا انه نطلع فاصل ونرجع لبين مو مشكلة، نطلع فاصل بين ما يستوي كمان السمك والشوربة، السمك والشوربة وبعدين رح نعمل عليها سلطة والخضروات بالاضافة للسمك. تمام تمام قول السمك. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير ومن بعدها نرجع. رجعنا لكم مشاهدينا كمان بعد هذا الفاصل نكمل الطبخة أو نكمل السمك. هلا السمك صار جاهز، راح نطلع شيف عماد فيك تطلع لنا اياه وتزين اياه بالخضرة لأنه لسه كمان بده وقت. صحيح. بعد ما نضيف له الخضرة يعني هسه تشوفين جولستان هو تقريبا استوى، هو ما مستوي بس يعوز شوية شوي بده بس لأنه انت راح تضيف الخضرة كمان مع الخضرة راح يستوي أكثر وهم راح يبقى على النار، يعني راح نضيفه على النار مرة أخرى. هاي الخضرة ما بدها تتبيلة ولا آخر شيء؟ إيه راح نخلي بس ملح عليها فقط. شفتي جولستان الفلفل الحار اللي خليناه، الفلفل الحار شوية اللي خليناه شلون سوى شلون سوى لونه؟ طبعا هو مو فريش، يحتاج لفت شيء يسوي شكله حلو. مثل هذا الشيء يسوي شكله حلو. هلا هون طعمة الخضرة كمان راح تكون مع السمك. طبعا طبعا طبعا. أول شيء أنت حطيت الفلفل بعدين البصل آخر شيء طماطم. راح نضيف الملح بس هي على الطماطة طبعا الملح. الحامض ما بعرف إذا راح تضيفه ولا لا. إيه الحامض كمان شيء ضروري الحامض ويا السمك. هلا صار جاهز تحطه به، راح نخليه بالفرن ننتظر بين ما نسوي زلاطة ونقدم الشوربة بتكون استوى السمك راح يكون حامض. قد ايه بدها تقريبا؟ 10 دقائق قوية عليها، يعني 7 دقائق تكفي لها على هذا النار لأنه هي شوي مستوية. اي مستوية. تمام. هلا بنجي على الشوربة، راح نسوي هسه السلطة، الشوربة بين ما نخلص السلطة الشوربة تكون حاضرة. شو هي نوع السلطة اللي راح تسويها اليوم؟ احنا سوينا سلطه راح تكون ذره. ذره اوكي. طبعا هاي السلطه بيها فوائد كثيره. شو راح تضيف للذره؟ طماطه ولا لهانة؟ راح نضيف عليها هي طبعا حسب الرغبه، اكو ناس يحبون ويا الهانة الحمراء. واكو ناس يحبوها ويا الخضروات البصل والفلفل والطماطه. ويعني هي حسب الرغبه شلون الناس ما يحبون. احنا نقدر اليوم نضيف عليها فلفل وطماطه فقط ما راح نضيف بس. بصل اوكي تمام. اللون اصفر وراح نضيف عليها اخضر الفلفل وراح نضيف عليها الطماطه هي حمراء كفي. يعني يطلع شكلها حلو جدا جميل. اول شيء نفرغها من المي، اهم شيء من المي، هاي المواد الحافظه كثير مضره. صحيح. راح نخليها بالهاي
الذرة، حبة طماطة وحبة كمان فلفل. راح نقطع فلفل. طريقة التقطيع نعمل كمان نفس الشيء. نفس التقطيع. ما بنضيف عليها شيء تاني مع هذا، بس هدول. لا ما بنضيف. ما بدها. هلا تتبيلة ما؟ اي تتبيلة. كيف رح تكون التتبيلة؟ راح نخلي الملح. ايوه. والكمون. شوية من الخل. تمام، شوية ملح، كمون. هذا الخل مال تفاح. هذا الزيت. راح تحدب السرمان ولا ما في داعي؟ بنخلي هذا ويا الدبس الرمان يطلع طيب. يطلع طيب تمام، خاصة الذرة مع دبس الرمان يكون طيب دائما. صحيح، وشكله يتغير على السواد. اهم شكله صح، بيعطي لون ثاني شوي. شفتي شلون تغير لونها وصار احلى يعني. لا هيك السلطة صارت جاهزة. احنا من بوع السمك نشوف. نشوف السمك ايه. بعد يحتاج للطماطة بعد. طيب هلا الشوربة. الشوربة صارت جاهزة. جاهزة. والسلطة صارت جاهزة. صارت بين ما نقدمهم ثنتهم السمك يكون حاضر. هاي للشوربة والسلطة. طبعا هاني خليت حتى الصلصة وياها يعني الدبس الرمان والزيت والخل، اللي يحب يقدر يخلي بدون صلصة يعني مو فت مشكلة. ما في مشكلة. تمام. لها تقريبا هو صار جاهز في الشوربة. الشوربة طريقة جاهزة تقريبا، استوت صارت جاهزة هي والبصل. يعني هذا الشوربة كملت. نقدر نضيف عليها الحامض. نقدر نضيف عليها حامض، نقدر نضيف هنا هم خيار. الحامض إذا احنا اليوم الفلفل الحار راح نضيفه فوق طريقة تكون اجمل. فوق ال فوق يعني الشوربة ولا فوق؟ ايه فوق الشوربة. احنا نضيفه حتى يصير طبق جميل. يعني الناس يقدرون اذا ما يريدون فلفل حار ما يضيفون بهاي الطريقة. احنا نخليه بس مش علشان يعني يصير شكله منظر. طبعا اللي بيحب الحار عادي عليه انه يحط، واللي ما بيحب كمان مثل ما قلت عطى هيك منظر حلو كتير للشوربة. صحيح. بالإضافة مثل ما قلت بعض الناس يحبوا الحار. جميل. هيك صارت الشوربة جاهزة. الشوربة صارت جاهزة. نجعل السلطة. السلطة نقدر نسويها يعني شيء يكون مغاير.
هيك يعني مشان نغير شوية بالديكور. طبعا هي الديكورات مفيدة لست البيت اللي دائما بتحب تزين الأكل، تعطي هيك جمالية للأطباق. فأنت عم تعمل الديكورات بطرق هيك شوي يعني سهلة وغريبة، تعطي جمالية للطبق، والشيء الجميل دائما بيكون منظره شهي. صحيح. للطبقين ضل عنا طبق السمك، هذا الطبق صار جاهز، والطبق طبق السلطة صار جاهز، والشوربة صار جاهز. قعدنا بالسمك، خلي نشوف السمك صار وياه. طبعا احنا يوميا بنقدم شوربة وسلطة تكون جنب الطبق الأساسي الموجود. صحيح. هسه راح نشوف السمك شو صار وياه. اتوقع هذا النوع من الاكل ما بده شغله ثانيه مثل التمن موجود جنبه. السمك بيتاكل بدون تمن حتى فيه يعني سمك. هاي الطريقه بالذات، هاي طريقه المع الخضرة وبالفرن. السمك؟ ايه السمك يعني ويا الخضره ينطي طعم اطيب، خاصه هو هذا السمك مجمد. يعني تعرفين السمك المجمد مو مثل الفريش، الفريش يكون جديد وبعد يكون دم مال تبي. هذاك السمك الفريش احنا نستخدمه، اني ما اخلي بيه غير الملح، ممكن اخلي حامض مرات، بس ما اخلي بيه خضروات هذا ما اخلي، اخلي بالفريش حتى بالمجمد لانه ما يكون بيه طعم، احاول اخلي بيه بهارات، اخلي بيه خضروات يتغير الطعم مالته باعتباره يصير مثل الفريش الطعم مالته. تمام. هلا بيكون يعني هسه راح يجهز السمك ونطلعه، راح نهيئ له فط طبق. باعتبار هو حاليا فعلا بده طبق ضروري يعني. راح نخليه بهذا الطبق أو نخليه بالطبق مع السمك أميرهم. تمام. هذا هنا أو هنا نخليه بهذا هم يطلع، يعني خلينا نشوف السمك شلونه. إذا يقعد هنا نخليه هنا يكون أحلى. أكيد يقعد إن شاء الله يقعد. نحضر فتشي حتى نشيل السمك. ما رح يتفلش السمك لما بتشيله من ال لا لا ما يتفلش، ما ان شاء الله ما يتفلش. تمام. رح نطلع السمك هسه. هلا فينا نطالعه؟ اي هسه نطلع. يكون جاهز. استوى السمك وصار جاهز حاليا. السمك بالفرن ما بده كثير وقت اتوقع. لا ما الوقت اللي اخذه يعني ما لا ما يحتاج، هو 20 دقيقة يصير جاهز. يعني ست البيت فيها بخلال ساعة تعمل كل هالأطباق. راح نقطعها حتى نصفتها بالطبق. شوفين السمك شلون مستوي تفلش. مستوي صح. هلا هيك صار سمك مع الخضرة تقريبا صار جاهز، هو ما بده تزيين اتوقع. ما بده تزيين، هو بالاساس هي مزين، هو بالخضرة المزينة. صح. هلا هيك صار جاهز للتقديم. طبعا انا قطعته لانه تعرفين بالسفرة يعني هيك احسن، مو احنا مو بالمطعم يعني. اذا يكون بالمطعم يجيبون السمك يكون كامل.
هاي للصفرة يكونون 5-6 نفرات، يكون مقطع، وخاصة الصايم يكون مستعجل بس يريد ياكل، بس يريد ياكل صح ما يكون عنده مجال يقطع. هلا صار طبق جاهز، طبعا اليوم قدمنا لكم طبق كامل. طبق سمك والشوربة والسلطة. والسلطة يعني وجبة كاملة، وبالإضافة اللي بيحب مثلا يزود عليها شيء فهذا بيرجع للمشاهدين. مشاهدين ما بعرف يعني السمك له فوائد كتير، وهو من أنواع اللحوم الممتازة المرغوبة كتير. وشكرا لك شيف عماد، شكرا نقول السلام. طبعا انت طرقك سهله، واكيد اللي معها ست البيت اللي معها بتحب تعمل هيك شيء معها وقت اكيد لتعمل هاي السفره او لتعمل هذا النوع من الطبق. ونحن بنتشكركم على المتابعه، وان شاء الله بطبق تاني بيوم تاني. الى اللقاء.